تعالوا بقى على السريع نروح نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلي العزيزه سالة حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي سامعيني. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا يعني زي ما انت قلت يا كريم هكون معاكم حاليا من داخل مقر النادي الاهلي بلا جزيره عشان طبعا انقل لكم كل اخبار النادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم عن جميع الاخبار الرياضيه اقول لكم انه لجنه المراه تحت رئاسه الاستاذه انهار انديل امبارح نظموا يوم رياضي للسيدات فقط على ملعب او على مجمع حمامات السباحه داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ده طبعا بعد يعني كتير من عضوات النادي الاهلي كانوا عايزين تاني ان اليوم الرياضي ده يتكرر بعد ما نجح في يعني اول يوم ليه هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طلبوا تاني من لجنه المراه يعني من الاستاذه انهار انديل رئيس لجنه المراه وجميع اعضاء اللجنه انه يكرروا تاني اليوم ده، وبالفعل تم يعني اليوم ده امبارح في فرع مدينه نصر على مجمع حمامات السباحه من الساعه 9 للساعه 2. ويعني خليني اقول لكم انه كانت الاجواء اكثر من رائعه وكل عضوات النادي الاهلي كانوا مبسوطين جدا وشكروا لجنه المراه على المجهود الكبير ده وعلى كل الانشطه طبعا اللي اتقدمت لهم في اليوم ده. وطلبوا تاني ان اليوم ده يتكرر ولكن في فرع الشيخ زايد، وبالفعل ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي يوم السبت اليوم ده هيتكرر في فرع الشيخ زايد على مجمع حمامات السباحه برده من الساعه 9 للساعه 2. وبرده بقول يعني او بفكر جميع اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يشارك في اليوم ده من غير ما يسجل يعني اسمه او بياناته في مكتب العلاقات العامه يروح يعني عند مجمع حمامات السباحه في فرع الشيخ زايد وينضم للجنه المراه والاستاذه انهار انديل رئيس لجنه المراه عشان طبعا يشارك في اليوم ده. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. وطبعا يعني مستر بيتسو موسيماني الاسبوع اللي فات منح لاعبي النادي الاهلي راحه سلبيه لمده اسبوع، وكان من المفترض ان هم يعودوا التدريبات الجماعيه على ملعب مختار التتش النهارده، ولكن تم تاجيل موعد التدريبات هيكون ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل على ملعب مختار التتش، والتجمع هيكون الساعه 6 والتدريب هيكون في تمام الساعه 7 مساء. وده طبعا هيكون في اطار استعدادات الفريق للفتره المقبله والتحديات ان شاء الله اللي هيواجهها الفريق، يعني سواء بطوله السوبر المصري او بطوله السوبر الافريقي، واللي لسه لم يتم تحديد يعني موعدهم بشكل نهائي من قبل الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. ولكن خليني اقول لكم طبعا يا كريم ونهواند انه التدريبات يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله يعني بنسبه كبيره هتشهد يعني جميع الصفقات الجديده اللي تم تعاقد معها النادي الاهلي في الايام الماضيه زي كريم فؤاد وحسام حسن، وطبعا الثنائي يعني احمد عبد القادر وعمار حمدي اللي تم انتهاء اعارتهم من نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحه، والحمد لله يعني رجعوا بيتهم امبارح. يمكن اعلن النادي الاهلي امبارح عن عودتهم مره اخرى لبيتهم من نادي الاهلي، فان شاء الله كمان بنسبه كبيره هنشوفهم في التدريبات الجماعيه، وطبعا بجانب بيرسي تاو ولويس ميكيسوني. ده بالنسبه لاخبار جميع يعني او الفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لاخبار جميع الالعاب الاخرى، وهبتدي باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدرب الاسباني مستر اجوستي. والنهارده ان شاء الله يعني يمكن مستر اجوستي امبارح منح لاعبي النادي الاهلي راحه سلبيه لمده 24 في الساعه فقط، والنهارده ان شاء الله هيعودوا مره اخرى يواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي داخل النادي الاهلي. عندهم الاول تدريب الساعه 3 في الجيم طبعا بعد التدريبات عشان يحافظوا لياقتهم الا بدنيه، وبعد كده من الساعه 4 للساعه 5:30 تدريب الباسكت ان شاء الله هيكون على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. يعني الفريق النهارده ان شاء الله يا كريم يعني هيستعد بشكل قوي جدا لمباراه غد. يعني خلينا نقول ان خلاص الموسم يعني بنسبه كبيره ابتدى بالنسبة لرجال السلة. بكرة إن شاء الله عندهم مباراة مع نادي مصر للبترول، وإن شاء الله يعني المباراة دي هتكون في ضمن يعني المنافسات دور التمهيدي لبطولة الممتاز رجال. ويعني خليني أقول لكم إنه نادي الأهلي موجود في المجموعة الثانية من الدور التمهيدي مع خمس فرق أو أربع فرق، نادي المصري للاتصالات ونادي طلائع الجيش ونادي مصر البترول ونادي القاهرة. وإن شاء الله أول مباراة إن شاء الله النادي الأهلي يعني في الموسم الجديد وبالنسبه لمستر اجوستي هتكون بكره في تمام الساعه 6 مساء امام نادي مصر البترول على نفس الصاله اللي بتمر عليها دايما لاعبي النادي الاهلي صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره.
ده بالنسبه لكره السله، بالنسبه لكره اليد وبعد فوزهم وتتويجهم طبعا بلقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي اقيمت في مدينه مكناس المغربيه، وبعد وصولهم يعني يوم الجمعه الماضيه للقاهره بعد فوزهم وتتويجهم بالبطوله، يمكن قرر كابتن طارق محروس طبعا المدير الفني لفريق كره اليد رجال ان هو يمنح اللعيبه راحه سلبيه بس لمده 24 ساعه، لانه خلاص يعني ما فيش وقت ما بين البطوله دي بطوله كاس الكؤوس وبطوله السوبر ان شاء الله هتكون يوم الجمعه القادمه، الوقت ضيق جدا، فيعني قرر ان هو بس يريح اللعيبه يوم واحد، والنهارده ان شاء الله هيعودوا التدريبات الجماعيه، التدريب النهارده هيكون الساعه 5 ولكن هيكون بس في الجيم تدريب خفيف، وبكره هيكون عندهم تدريب، ويوم الثلاث بعد التدريب هيدخلوا في معسكر مغلق في احد الفنادق اللي هتكون قريبه ان شاء الله من ملعب المباراه، طبعا ملعب المباراه مباراه الاهلي والزمالك السوبر الافريقي اللي هتقام يوم الجمعه القادمه على صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، طبعا بتمنى التوفيق لجميع الفرق الرياضيه سواء الفريق الاول لكره القدم أو فريق كرة اليد وفريق طبعا السلة في بداية مشواره في الموسم الجديد. أكيد أنا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في أي سؤال أو في أي استفسار، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو طبعا نتكلم مع كريم. زينا زيك بالظبط، وبنتمنى لهم كل التوفيق وشاكرين ليكي زميلتنا العزيزة سارة حامد مراسلة قناة النادي الأهلي، صباح الفل عليك. شكرا ليك يا سارة جدا.